تستكمل اليوم منافسات الجولة السابعة بمسابقة الدوري الممتاز، حيث يستضيف في الخامسة إلى الربع المصري البورسعيدي فريق الإسماعيلي في ملعب برج العرب بالإسكندرية في ديربي القناة الملتهب. يحتل المصري المركز الثاني برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف خلف الإسماعيلي المتصدر، وعلى ملعب استاد كلية الشرطة بالعباسية يحل بعد قليل فريق الاتحاد السكندري ضيفا على الداخلية. كما يستضيف في الخامسة ام بي فريق الرجاء على استاد بتروسبورت، على ان تختتم مباريات اليوم بلقاء الانتاج الحربي والمقاولين العرب على استاد السلام في السابعة والنصف.